هالحين الريحة تجينا داخل البيوت. هالحين الريحة هذه يا ولد يهول. الخزامة يا أبو يوسف يقولون شيخة العشب. نعم هي أول ما يطلع هي. لا إله إلا الله. ما شاء الله تبارك الله. والله وايد خزامة ما شاء الله. والله ما شاء الله. ترى يا ولد ترى أهل بالتشبع. أبي أصور عن قرب بعد ما نلقى لنا مكان. ما شاء الله يا حلو ريحته. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر يا حلوة. يقول أبو سعود إن الشجر هذا ما يرعاه الحلال ويقول إن اسمه رال. رال يا أبو سعود؟ رال؟ أول مرة أسمع بالاسم. أبو سعود أبو يوسف يقول هذا رالي مو رال. لكن بنشوف الشجر عن قريب. انا ب... ها يا غدا على كسبه تفضل للرالي. للرالي يا ما شاء الله الريحه فلاده يا رجل يهول يا ولد. اي والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هالحين الريحه تجينا داخل البيوت. هالحين الريحه هذه يا ولد يهول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. والله ما اقدر خزامه. اي والله البلة صارت ترفض تشبع إذا تكرت. هي بلة تشبع لكن عاد هي اللي ترعاها عاد على طول النهار ولا؟ لا 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 ترعى الله على طول النهار. وشوفها ما بعد. لا ما بعد. ما بعد الطرف. ما شاء الله ما شاء الله. أرجع أرجع قف. وقف. انا ولا مقدمك ترى. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. والله يا ريح خزام انه ينعش. انا اشهد انه ينعش. ايه يا سنيات على المضر التوالي هذول ما له ريحه. يا اخي انا الشعار يستوب بريحه خزام هذا ريحه حلوه. انت شفتك عيد البناء. ويحي. شفته من شوي انا بس ما صورته. والله اني شفته. مدني انا. البحر شفته اغار منه بخت بخت اغار من اهلك عليك ما ودي احد يحاكي. شوفك حجبتك الخضر خضار والله هذه لو انها بخزاء بحمض رمث في وراك شوف الحجبتك اخزام لو هي برمث. اي والله تقدر تقعد بها والله. يمكن انه برمث ترى يقولون عريضه يا ابو سعود. بس والله يا اخي يقول ما ادري عاد والله ما ادري والله الحجم هذاك الخضر هذاك بورب ما ادري وين ما شاء الله. هذول شوف لهم يحطون عراقيب مجنين هذول. هذا راح ينجن. ايه يدوروا قبل تغيب الشمس. وما شاء الله تبارك الله. والله يا هالموقع يا ابو يوسف اختيارك هذا يهول يهول صراحه. ما شاء الله ما شاء الله. الخزامه يا ابو يوسف يقولون شيخه العشب. نعم هي اول ما يطلع هي. وهي اجمل هالعشب سبحان الله. ما شاء الله لو يعلمك ابغى المعلمي كلها ها ما ينفع ابدا. انا جيت انت ما تعلمت وقال يا سلام ايش وين الحين الحين قبل يقلط يقول وين وين الفيديو وين الفيديو وين الزبله. ايه محترف محترف تصوير. خلينا نشوف بلا شيك على صورته. اصلا ما صور بس له قلت يطلع له منك ولد. ها
أنا ببث ولا لقيت شبكة. امشوا وامشوا. والله أنا مجنون صدق أبو يوسف. أبو يوسف تريح وشم هالخزام اللي أنت تقول لي ثلاث سنين ما شميته. شميته خذيت معي أنا. ها؟ خذيت معي خزام أبوري على البث يا بزيته. بالله؟ هي. هم قالوا لا تنطي. موقع الخزامة، موقع الخزامة خاصة متابعينا مسكاكة هذا على طريق الرسان تجيك ردمية الحية هالمنطقة منطقة الحية تمسك اي بعد الكسرة تمسك الردمية يسار طبعا الردمية أربعة خمسة كيلو وتشوف الخزامة على يدك اليمين وعلى يدك اليسار تشوف لك عاد انت موقع هذا موقع ايش فيك؟ حلو والله يحلي ايامك وايامك يا مرحبا دور شبك يا انا باخذ اسمع تبون نروح هناك وين لا يا اخوي خلنا هنا ما شاء الله تبارك الله والله تونس الله يجيب لها الخير ان شاء الله الوكاد انه مثل ما قلنا يا الربع هذه مع طريق ردمية رحية تمسك الردمية يسار بعد الكسرات 4 كيلو 5 كيلو وتشوف الخزامة طبعا لكن والله العظيم انه منظره يفتح النفس وعلى الارض كلها يعني ما هو على مواقع يعني محددة على الارض كلها ما شاء الله تبارك السلام عليكم. وقفت على الارض ارجع شوف. ها؟ ارجع ولا اطلع؟ الوزر من؟ والله لو جينا دابه بشوف. لا ما بجي. الحين يا ما نفطر نشوف. شوف. هي يا ما بعدك قهوه ابد. يا ما تصلح يا ما تقع منها فلجة هاول كله لا يا لا تطلع حلو والله يا اخي خبصت هذا خبصة بنت كلب على ما قالوا خزامة وخذيت من هنا بوري هذا التيك توك وش خزامة ما معكم دربيه لا بدربل على اخوياي هم حق التيك توك على الفلك ها والله ودي يضحك يا ابو بس شو اسمه يدرب هذا معي هو من المجموعه هو من مجموعته هي. بس اليوم والله يقول قلب العطشه حر اليوم خلاص يقول قلب العطشه اليوم حر لا والله شفت بالبر لا ما هي حر بس بديره من ضغط المكيفات وضغط المكاير وضغط السيارات وزبل له حراره يزبل هلا بها غير لا حار عليه لا ترعاه الصبح لا وهالوقت المغرب هالترعاه ممكن ايه شيخ اشوف هالب تعلم شوف هالب اللي علفه عند وايد ايوه شيخ العلب والخزام بشمله ما تاكل خلى لا تاكل بكيفه ما تاكل شوف لا يا قاعد تاكل خذ هرة خلى لا تاكل ها؟ هرة لما تاكل خلى تاكل تاكل الفسح خلى تاكل لا تاكل والبس قاعد تتبع العلب ايه بس ما يهم نت كذا بس معقول بس نت كذا هذه والله عادي ترى ما في برج يعني الفايز هو البنيه يسلم بعضها ايوه ليش محمل الطيب ترى ما في برج برج عند الكسرات والبرجين اللي ورا الروس هذه الفه وهذه ما في لا ما في تعبان صراحه من له سنتين لا والله ثلاث سنوات قبل تذكر ايام خيام ايه يا رجل فرجي شنو ما ادري لان الحين الحين الاجهزه قليل لا والله واجد عامل 40 الربيع الطيب العالم كذا على بعضه شنو طيب؟ ما ادري هذا ايش اللي صار في خلل يعني؟ ممكن في خلل بالابراج الحين ما فيها الا البرقه كسرها والبرقه البرقين ورا الروسان يمكن بعد ما كلهم يشتغلوا
عندهم اخت على جيزه زي فراش. هذا اخر شيء مسح الارض وحط الكيس هذا واخر شيء حط عليه قشطه. انا حسبني بيحط تمر. قلت انا يمكن تمر كاسات شيء. وهذا عنه. هذا ما انت بتحطه؟ بيحطه بكريم. بلش ما ادري وين حطه، ضاقت الارض شوف. اي والله انها ضاقت الارض. الو لا شوف وين؟ هذا التمر. اه لا سلمى سلمى سلمى. لا ثلاث تمرات ها. انا ابي اصور يوم غروبة الشمس بصور اخزاع ما شاء الله. وش هالسيم هذا انت ها؟ السيم هذا اي واجد الله يغني عنه هنا قالت لا يصفطون هنا. هلا هلا فكها اول. ما شاء الله تبارك الله. توه يا ابو يوسف توه بانت يوم غربة الشمس. ايه بانت الارض وش عليها مخزامه ما شاء الله تبارك الله. تهول يا ابو مالك. اي والله تهول. لا ان شاء الله يقولون والقول قول الله هالاسبوع الجاي مطر، لو يجي مطر هذه شاقر اتغدت شجر. انا اشهد. شوف الشعاف اللي هنا يا رجل كله مليانه ما شاء الله تبارك الله. واجد خزامه. اي والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. والله يا مراحة تنبه يا ولد تنعش. لا بالله ودك تفطر وتسحر بهذا ويصل لك الصبح تروح. فعلا بس تسان دواب. لا لا عاد اللي يجيب الله ما ولد ما دواب عند الله جادهم اول يركضون بك الخليع لا ضوء ولا شيء. صح الواق الله شلون؟ يا سرع مشي الشمس يا نزوله. لا اله الا الله الحين غابت الشمس وانت مكان مرتفع ترى الى ما تسقط والجو صاحي افطر صرت بلخم. صح يا المعلم. ايه صح يا خطيب. خطيب خطب. لا مو خطيب معلم خطبطب. انت خطبطب يا ولد الخطبطب. الحين تقبس وقتها الفطر يا ولد. حكى لي ابو بلاك ما جاء افطر انت. وين؟ راك ايش لا شباه تنذر لنا. شلون 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 ابو سعود؟ يعني اول شلون؟ مجمع ما تخبره. لا ما اسكر. لا ما لحقت عليه. يرجون المغرب 1410 11 12. طيب ليه ليه يقول؟ ما في ساعة يعني ما في توقيت؟ حلا فيه بس عاد هذا عام الذي ممنوع ساعة. احنا بلخ الراعي ما تغيب الشمس. تسمعونه؟ الوصوت المطار الجاي تسمعون والله. وين مكانه اطلاقه؟ ميدان الرمان عند الميدان فوق فوق التدريب. التدريب عند مركز التدريب اول. ايه محل حديق ما ادري دوو قوم التدريب مو جينا من لا خلاص الحين جاء توقيت والثاني لا في توقيت بس انه اخذوا فترة معينة يطلقون قليلة يعني الكتالوج توسعت شوي. ايه الحين تعرف الاتجاهات وانت بهذا ما الحين الدعوة ما هي الاتجاهات يا ابو يوسف. الحين الدعوة هذا يعتبر ارث يعتبر تراث ترى المدفع. لا موجود الظاهر برمضان يحيونه ما. اول يعني ايوه ليلة العيد وليلة موجود عند الشرطة موجود ما ادري تبي كم ساعة؟ تبي ما دافع يا ولد؟ الحين 45 هذا 45 لا لا 50 اه 50 ايه 50 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. ما أذنت أوه حيث يا ملك انت من زين التمره في ذيك تبي تذن ايه وقعت والله قصر وهبوش طيب
والله مليت صد. خبرهم يقولوا بيلي فنجان كباير. لا والله بعد ما مليت وبالحيل أول بغيت أنطيه كم يوم مرة ما غسلت. شوف رأيها هيك نوى يفطر عندنا. نتشبه الجر. شوف القهوة برمضان بس. أبدا غير رمضان ما له ما له شغل. ما تبي تكسب ويجر؟ لا والله هون لا تقلو مستعجل. والله يخور تبرع انجا يا خي. هذا بين انه صبن 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 والله العظيم يا القهوة انا خبصته خبص وقلت ما يخالف حلوة مية حلوة ما عندنا أرجل ما نشرب لنا ماء ونبي لكنك طلعت أحلى من اللي نسوي بديلة صراحة أخزام زينة الله أعلم هي والله زينة زينة النفوس عز الله يا ولد ريحة ريحة حلوة. شفت هالعالم قاطية رمضان ولا تلقاه كله بهذا هذه بداية الخير يا أبو يوسف وي والله انا بخرع وترخر انت اي والله والله انا عجزت لكم لا والله ذو برضه الله تعالى اني ملتف ابو يوسف طلعتنا هذه قلنا ذا من العقارب تغيب الشمس نفطر نمشي امس ربع طلعوا هنا هم يذكرون الموقع اي والله خرعوا يقولون حول 13 عقرب لهم ذبحوا كنت بخرع ابو يوسف اي والله خرعت خرعت مر رجليه الحين يا اخوي جاي كذا ملك الله يكفيني شر الله يكفيني شر والله شوف الاوقات هذه حنا ممكن تقول انك تنتبه لنفسك لكن انه الاوقات هذه ترى الاطفال هو المشكله انك تجيب اطفالك تغيب الشمس هنا لا والله مشكله ترى اي ولي لا لا الاطفال ما يطلعون في ناس يودونهم يطلعونهم الاوقات هذه اوقات دواب افاعي وعقارب حنا نزل الكبار حنا ننخر حنا يا كبار عاد تقول انت الكبير حريص شويه وكنا ما تنتبه كنا ما ننخر عادي لكن هم يلعبون وغدان يا ولد انا اول حفر لي دحمول وناب وبالارض بين متشال تبي تبرز عنا لا بروح اخزان خلاص اوقف التصوير انا لا لا ما لازم لا وقف تعال تعال صب صب الكيف مشكلة يا ابو يوسف شوف ابو مالك ها حطيت الهيل بالترمس ونصب عليه القهوة ما حطيته بدالي ولا طبخت كنت تخرب ولا ما تخرب بقول لك شيء يا ابو يوسف انت تقول هالحين هاللون تدري انا ما اطبخ الهيل والله طلعت الهيل. انا ما اطبخ الهيل ترى احطه بالدلة انا اغلي القهوة احط الهيل بالمبهارة وصفه واحطه على جلد بس ما غلي ترى والله طلعت شوف شلون طعمه الهيل ما ينطبخ ما ينطبخ الهيل شوي بس جمل الله يترمش تشك هالشاي رايك بو والله ما ذقته للحين يا ابو يوسف يهول 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 ان شاء الله يهول ابد كل شيء زين بخزامه هذه والله كل شيء طيب يطلع حلو يطلع حلو ما طلع حلو بقسم الترمش على هرب هذه ما داليها الدنيا ما رقص لا عاد اليوم الوضع مختلف اليوم نبي نعس هالأرض هذه إيه اللي نطلع له من بدري إن شاء الله إحنا والله جينا متأخرين جينا يمكن ست حكم جينا شاهي هذا حيك ودي أشرب الفنجان من قبل القهوة ودي أشرب الشاهي بالفنجان هي مرة عجزت وأنا أصب له بساعة يشرب شوي ما أنا مثلك أنا ها أنا زردوه من بلاستيك ركبوه لي انا ما استوعبت زردوم وشو زردوم زردوم وحلقه وشيء ها اي والله ما شاء الله غابت شمس هو فايدة هذه فايدة تويس زين فطورك بيدك ايه وتزين سحورك
يا ما تصلي الفجر تشلع. المرة اللافية على قولة الرجال محمد بعد والربع ما مثل هذه ما تنخلى هذه. اي والله ما تنخلى. بسم الله. شينا تقهوة ها الله تقهوة. اي خلنا ناخذ لنا فنجان. ما في شبكة يا ابو سعود. لقط معك فل عندي بس ما ادري متى تتصل. نمت الساعة 6 وقعدت 9 ودومت ونمت الساعة 2:30 وقعدت 3:30 كذا كل يوم ادق عليك. ما من نوم قل ها؟ تقهوة تقهوة. بسم الله الرحمن ما شاء الله. الله يونسك بالعافية أبو مالك. الله يعافيك. اي والله يخبص هذا يقول الشاهي مو حلو. مرحبا هلا يلا حياه. الله حيك. حسبك عساكم ان شاء الله من الصايمين والمفطرين بخير. امين. حسب انه يرد على ادري يعني. لله لا يمكن تصلبوا. خلنا نشوف اللي يدق هذا شو بلا ما يردون عليه. جميل. يا سلام يا الشاهي. تدري هذا وش يدق هذا الجوال كبير شفت؟ يقول يقول مو حلو الشاهي. لا لا اقول حلو حلو حالي. حلو. حالي حالي. اي لازم الجسم ترى عقب الصيام انت تحتاج. الجسم يعلو بلا يلوي. كاسه كاستين حالي يعني شوي. ما هو حالي حالي ومر مدبس. لا لا الشيء لا زاد على حد وماس. ال... ما زاد تمشي. من التسعة ورا. الوكادي الربع الوكادي الربع ان طلعتنا مثل ما قال ابو يوسف ريادة عساسة بس بنشوف نشوف الخزامة اللي هالعالم تطلع له. وتبينا نجيبوها لك بكرة ولا تبي. شفنا الموقع صراحة ما شاء الله تبارك الله يعني اللي بالديرة ويبي يطلع العصرية ويفطر هنا لا وتسحر وبكيف وعات. اي والله لكن انه يستمتع هي حالات عاد بالنهار يعني من العصر لين غياب الشمس والريحه الحلوه تطلق انظرك وتستانس على ها شوف هالخزامه. انا دقيت عليه يوم انا اكلمك. الموقع مثل ما قلنا لكم انه على ردمية الحية بعد الكسارات تجيك الردمية وتطلع مع يسار 4 كيلو وتشوف الخزامه. هذه طلعتنا اليوم ريادة وإن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا. إحنا نبي تقهوة ونبي نحرك لا يقول أبي عمره للديرة إن شاء الله. في أمان الله الربع.